كونها الأكثر تضررا من الناحية البيئية عن بقية محافظات العراق، يقع الاختيار على محافظة البصرة لتنفيذ برنامج دولي لخلق بيئة أفضل. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى تناقش الوضع البيئي للبصرة بهدف تقليل نسبة التلوث التي تحصد الأهالي بإصابات مزمنة شهرياً. ناقشنا وبحثنا كيفية دعم حكومة البصرة والمجتمع لخلق بيئة نظيفة وفرص عمل أفضل للشباب ولتشجيع السياحة في البصرة، وكيفية حماية البيئة على وجه الخصوص بيئتنا المحلية في مدينة البصرة. فتناولنا فيها مدى تأثير الملوثات الموجودة على البيئة وتأثير ذلك على سلامة وصحة السكان الموجودين في هذه المدينة. وبعد الهدف الرئيسي المتضمن تحسين البيئة وحمايتها من الملوثات، يتفرع مشروع لبصرة أجمل إلى أهداف ثانوية كتدريب الشباب والتشجيع على السياحة البيئية للمحافظة. تأهيل 400 شخص عاطل عن العمل للعمل في مشروع سيفتتح حديثا في محافظة البصرة، ويحتوي على فعاليات أخرى تهدف إلى التشجيع على السياحة البيئية. انعدمت بها الحياة البيئية على مستوى الزراعة والحياة النهرية وأيضا البيئة السكانية. داخل القاعات برامج تناقش وأموال تخصص، وعلى أرض الواقع تنتظر البصرة من يقوم بإنقاذها من مخلفات نفطية قاتلة وبطالة مرتفعة المعدل. وما الأيام المقبلة إلا محطة انتظار لمجتمع يأمل بتحقيق ما يطرح هنا. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.